كملي. مين اسألي هيبطل منى. Inflammation of the mouth stomatitis تمام Inflammation of the mouth تمام استمتاز. ذا هي ما اسبيش قالتش مايس أفيزا. نعم، حد معلش، حد بقى، حد منكم، واحدة أول واحدة هي منى، بعد كده أنتوا بعديها. تمام تمام يا منى. ذا سبيشاليست ستومالوجيست نعم ذا سبيشاليست هتبقى ستومالوجيست ستوماتولوجيست لا بص، هنا السبيشاليست هنا بتاع جهاز هضمي بشكل عام. ستوماتولوجيست ستوماتولوجيست هي فيها اولوجيست، بس هيبقى اسمه ايه بتاع جهاز هضمي؟ اولوجيست ستوماتولوجيست 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 بس عشان في أصوات كتيرة. تمام، أخصائي الجهاز الهضمي اسمه إيه؟ gastroenterologist جاستروانتولوجيست، يعني جاستو انت جي اي تي اللي هو جهاز هضمي كله من فوق لتحته، جاستروانتولوجي يبقى جاستروانتولوجيست. جاستروانتولوجيست تمام. يبقى ده أخصائي الجهاز الهضمي. كملي كده يا منى. اسكت فور ليف ايمج فور كورن ممكن دكتور لي معاها بس اسكت فور لايف ايميجينج اوف ذا كولون، يعني صوره حيه للكولون. المقصود ايه بصوره حيه؟ يعني تعرفي المقصود بالكلمه دي ايه؟ الدايرية نعم، اللي هي دايرية لا هو طلب دايرية مثلا طلب فحص، كولوجرافي طلب فحص دايرية كولوجرافي كولوجرافيك. كويس ماشي، ده الايميجينج بشكل عام. بس هنا تمام، كولون جرام لو لا ايميجينج، لو ايميجينج بس كانت تبقى كولوجرافي ماشي، لكن هنا لايف ايميجينج. لايف هنا مقصود بيها صورة حية، يعني منظور، مقصود هنا منظور، علشان انت يعني الاخصائي ده بيدخل كاميرا في القولون ويشوف، القولون في مشاكل ولا لا، فدي اسمها يا سكوب سكوبي كولونوسكوبي. سكوب ده بالظبط، هيبقى كله سكوب يعني كولونوسكوبي. تمام، كولونوسكوبي. كولونوسكوبي يعني مزاق قولون. تمام، ده المقصود باللايف ايمجينج. لو مفيش لايف اي ايمجينج قولون يبقى كولونوسكوبي ماشي، يحطوا بلايف، تبقى مثلا أشعة بتسوى، أشعة مقطعية، في أنواع كتير أشعة. لكن هنا لايف ايمجينج يعني عايزين نشوف صورة حية، مقصود بيها هصور بكاميرا، هدخل بكاميرا اللي هي المنظار وادخل اشوف القولون من جوه في مشاكل زي قرح مثلا ولا ايه. كملي يا منى. منى معايا ولا مين؟ طيب حد يحب صغير تحبي تكملي؟ ماشي يا دكتور تفضل. that allows the physician inspect the lining of the large intestine يعني معناها غشاء الأمعاء الغليظة يعني انا عايز انسبكت ذا لا اه ال ما هي الأمعاء الغليظة معناها كولون يبقى مش فاهمة معناها ايه يعني ماشي، اللي هو احنا الاندوكولون اللارج انتستن هو كولون ماشي، انتراكولون يعني ايه اللارج انتستن هو كولون. اللايننج اوف ذا لارج انتستن بشكل عام هو اسمها ميوكوزا، يعني اي انتستن البطانه بتاعتها اسمها ميوكوزا. ميوكوزا تمام، كلمه جديده عليكم ما كنتش تعرفوها، هي مش جديده قوي يعني. يعني في ميوكوزا اوف ذا ماوث، ميوكوزا اوف ستومك، اوف ذا اوسوفيكاس. اي مجرى او اي
اي تراك، غشاء. اي عضو في الجهاز الهضمي او الجهاز البولي فيه ميكوزا من جوه. تمام. اند تيكينج اسامبل، عيني احنا خدنا عيني يعني ايه اصلا؟ عينة يعني ايه؟ سامبل يعني ايه؟ يعني عينة اي تيكينج اسامبل يعني عينة بس. حد يعرف سامبل يعني ايه؟ سامبل يعني عينة، بس هو هنا عايز ما عينة ايه؟ خدناش في المصطلحات يعني، مش فاهمة يعني ايه عينة. بايبسي. تمام. يبقى اي عينة اسمها بايبسي، عينة من العظم، عينة من ورم معين، عينة من دم، عينة من جهاز هضمي، من جهاز تنفسي، عينة بعد منظار، دي اسمها بايبسي، بتتحلل في الباثولوجي، يعني الباثولوجيست هو اللي بيحللها، هو أخصائي تحليل عينات. كملي يا سوريا. يبقى زي الدكتور اللي حضرتك لسه قايله اللي هي باثولوجيست دي يعني بتاع التحاليل. تمام. باثولوجيست، أخصائي تحليل العينات. there analyzed it. analyzed there was no abnormal cellular growth، يعني مفيش نمو طبيعي للخلايا. يبقى ما فيش هي نمو غير طبيعي. abnormal، اب هنا يعني غير طبيعي. تمام. غير اب طبيعي. ما فيش نو abnormal يعني ما فيش نمو غير طبيعي. يعني ايه مقصود كده؟ abnormal cellular growth يعني ايه؟ ممكن أقولها دي؟ اتفضل. ممكن تيومر؟ بالظبط. بالظبط. يبقى abnormal cellular growth هو tumor. يبقى هنا مفيش abnormal cellular growth. تمام. ايوه كملي كده يا مين معايا شوية. مين معايا دلوقتي؟ ممكن تكتب كده أو كده باليو أو مغيو ولا هقول أه. يبقى قلنا abnormal cell growth tumor اللي هي المقصود بيها tumor اللي هو مفيش ورم يعني. مين معايا؟ طب كان في مين عايز يكمل معايا؟ هاجر كنت عايز تجاوبي، هاجر عايز تجاوبي؟ دكتور هي ألسرز دي معناها الرحم ولا ايه؟ اللي هي كرونيك انفلاماتوري ألسرز احنا لسه ما قلناش، معنى انت سوية ماشي ايه؟ كملي، كملي يا سوية. طيب كملي. ما يا دكتور الكلمات دي يا غريب. ألسرز يعني كحة، ايه؟ ألسرز يعني كحة، كحة. قرحة اه كملي where بقى. found that where found that necessitates colonic restriction. يعني ايه؟ يعني السيست يعني ضرورية كولونيك اللي هي الأمعاء او قولون، بس سؤال قولون يعني ايه؟ يبقى بس سؤال قولون كولونيكتومي. بالظبط. بولك تومي. يبقى مفيش كوح بزبنة، مفيش كوح مزمنة تتطلب استئصال سيستيت، يعني تتطلب استئصال قولون. يبقى هنا كلمة ريسكشن، يعني استئصال. تمام. يبقى ريسكشن دي زي اكسجين، زي موفل، يعني إزالة يعني. ازالة. تمام. يبقى نفس المعنى. تمام. حاجة كنت عايز تكمل صح؟ والله أنا بجاوب من ساعتها يا دكتور. نعم. بتقول ايه؟ جاوبت يعني، جاوبت في أسئلة جاوبتها بس حضرتك مش واخد بالك. ماشي تمام خلاص. حد تاني عايز يجاوب؟ اختارنا ولا حد يجاوب؟ طب لو حد عايز يجاوب يقول.
هما عملوا خلص. يا دكتور، هو اللي هي بتاعت فهمي ويز كومبليننج اوف رايت ابر ابدومينال بين، اللي يعني الم في الجزء العلوي من البطن يعني. ايوه بالظبط. طب ايه الامعاء يعني اللي هي كلوت اللي هي انفلاميشن اوف كولون دي يعني؟ طب بصي، الاول فهمي ويز كومبليننج اوف وايت ابر ابدومينال بين اند اذر ايه ذات هي منشند ذم تو هيز جنرال براكتيشنر ان ديتيلز. دكتور ممكن يكون عنده أبندكس اللي هو الزائدة الدودية؟ احنا لسه لا ما قصدي فوق، احنا هو لسه بيقولك فوق. وايت ابر ابدومينال ناحيه الكبد، ابر ابدومينال يعني بل فوق بريست ناحيه الكبد. هو بيشتكي من وجع وايه تاني وحاجات تانية، الحاجات دي بشكل عام بيبقى اسمها ايه؟ جاسترايتس اللي هو التهاب في المعدة. احنا جبنا بعد، احنا بنقول هو لسه بيقول في شكوته، العين اللي بيقول شكوته دي اسمها ايه؟ ايه؟ العين لما يجي يقول شكوته دي اسمها ايه؟ السايمبتومز اللي هي بيقول السايمبتومز اللي هو بيقول الاعراض. بالظبط البيشن كومبلين ولا ايه؟ اللي سايمبتومز هي سيمبتومز، دي شكوى سيمبتومز بالظبط، اللي هو الاعراض بتاعته. الأعراض اللي بيقولها لما بيجيبها. هنا فهمي جاي يقول فهمي يقول كومبلينج أوف وجع وأعراض تانية قالها للجي بي اللي هو الممارس العام برضه. هنا جي بي أو جنرال براكتيشنر هو ده مصطلح طبي يعني ممارس عام. تمام إذا كملي مين معايا؟ نور اللي عايز ماشي نقول لا اكمل انا. طيب تمام. مين عايز يكمل؟ براحتكم. انا نور. ماشي كمل. ذا جي بي ديتكتد سم ساينز علامات بالظبط some signs such as such as referred pain to right shoulder and موفي يعني ساين. ايه؟ يعني ايه بقى؟ دي يعني يعني حاجة يعني اختبار انت بتعمله عشان تعرف هل في وجع ناحية او سببه المرارة ولا لا. فموفي ساين دي بتحدد لك الوجع ده جاي من مرارة ولا جاي من حتة تانية. كمل كده. تمام. هي suspected a case of acute inflammation of the gallbladder cholecystitis ولا مش قول لي. مفروض بايلكس دي؟ نعم المفروض ايه؟ ليه المرارة مش معناها بايل؟ ما بايل هي بايل الجولادر اسفل مع بعض. هي سيارة. كوليسيستايتس. أيوة بايل كولسيسبايتس تمام. كولسيستايتس. سيستايتس. كل سيستايتس الالتهاب، التهاب البايل هي العصارة الصفراوية، السائل أو ما يفرز من الكبد هو اسمه بايل، دي العصارة الصفراوية تمام. ده اللي بيتخزن في الجول بلادر. الجول بلادر اسمها كوليسيست، التهاب فيها اسمه كوليسيستاتس. تمام كمل يا نور. which may be due to gallstones. مش عارف يعني ايه gallstones الصراحة. ماشي، كلمة جديدة عليكم هتبقى اسمها كل السياسة. حصوات المرارة يعني. أيوة تمام. يبقى الـ CSS يعني ستونز تمام. دي ممكن تبقى ستونز في أي حتة تانية، أي يعني ممكن نقول لينا ستونز فهيبقى برضه اسمها ليسيزيز. فكلمة ليسيزيز يعني ستونز تمام. دي كلمة جديدة عليكم برضه، حاولوا تعرفوها. مين كان عايز يكمل؟ ممكن أكمل ماشي دكتور؟ مين معايا؟ معلش نجوى، بس أنا بس نعم مش عارفة أحل، مش فاهمة إن أنا جاوب. مين الملك؟
ممكن اجاوب السؤال؟ طيب تمام. بصي طب مالك، ممكن لو شويه ممكن تقولي وانا اساعدك. هو انا ممكن اجاوب سؤال من ضمن 5 6 اسئلة، يعني اعرف واحد منهم. طب بصي، هو دوت يعني امتحان، ويعني في نفس الوقت مراجعة وتثبيت للمعلومة أو شرح المعلومة بطريقة مختلفة، فما تقلقيش لو في حاجات واقفة معاك. بس أنا يعني عايزك، بس يعني هنا الكلام، لو أنت فاهمة الكلام هتعرفي تحلي، بس يعني حاولي كتدريب، اعتبري كتدريب. ما يعني ادخلوا معايا في اللي جاي دي زي فوق إيه؟ هي المشكلة ريفرنت أصلا تو ذا سبيشاليست. therefore he referred him to the specialist. جاسترو انترولوجيست. ممكن gastroenterologist، بس بما إن الموضوع ده خاص بالكبد يبقى هيبقى اسمها hepatologist، يعني أخصائي تمام الكبد. hepatologist ده أخصائي أمراض الكبد. the patient the patient was waiting at home for 2 days believing that the pain would be resolved spontaneously مش عارفة ايه دي. يعني تلقائيا spontaneously. أيوة تمام. but But unfortunately the pain was increasing sharply. فهمي developed yellowish skin اللي هي اكزانسوما. الزنسوما ده بيبقى معاه توابم، يعني لكن هنا يلوش سكين اللي جدا بيصاحب سوداء. يلوش سكين اللي في بيصاحب صفار اصفر. بالظبط. تمام أكمل، بس يلوش سكين اللي بيصاحب أمراض الكبد هي جوندس. جوندس اللي هي نعم تغير، جوندس اللي هي بيصاحب أمراض الكبد، يعني جوندسوس تغير لون الجلد هي الصفرة. اللي هي الصفرا بالظبط. يبقى الجوندس هي اللي بتصاحب أمراض الكبد، وإحنا هنا بنتكلم في الأول على إيه؟ على مشكلة في الجول بلادر وفي الكبد. تمام، يبقى ده يلوش سكين هو جوندس. تمام كملي. The surgeon suspected that there may be a dislodge stone into the common bile duct CBD, so he went on for imagine the region with a mini camera. ممكن نقول اللي هي مثلا هي هتبقى حاجة السكوب دي يعني بالظبط ايوه اندوسكوبي، سكوبي منظار، هنعمل منظار. مزار للجهاز الهضمي العلوي اسمه ابر جي اي تي. ابر يعني علوي، ابر جي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي، ابر جي اي تي اندوسكوبي. اندوسكوبي تمام. فده المنظار بتاع الجهاز الهضمي العلوي، وليه اسم تاني اي ار سي بي. يعني ممكن يعني انا كتبه كده بس عشان ايه، معلومة عامة بس هي دي، يعني ممكن تعرفوا كده. سي بي دي ده كومن بايل داكت، ده برضه مختصر مشهور جدا ومهم جدا للكومن بايل داكت، من الحاجات اللي يستحسن تعرفوها. الكومن بايل داكت مختصر سي بي دي كومن بايل داكت. تمام، يبقى هو الأبر جي أي دي إندوسكوبي هنا اسمه إي أر سي بي، أو اختصار إندوسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بانكريوتوجرافي. ده عشان بيصور، بيوصل بالمنظار لحد الإس 12، وبيصور مجرى العصارة الصفرية المنطقة دي، فبيتعمل بطريقة معينة. تمام كملت كده معايا. الصوت كويس ولا في مشكلة دلوقتي؟ مش واضح. يبقى دلوقتي كنت بقول ان الابر جي اي تي اندوسكوبي هنا اسمه اي ار سي بي، وده نوع معين من منظير الجهاز الهضمي العلوي اسمه اي ار سي بي، او اختصار اندوسكوبيك فيدوجريت كولانجيو بانكريتوجرافي. الصوت كده تمام ولا في مشاكل لسه؟
مين هيكمل معايا؟ وانا مش عارفاها بس ممكن نكمل. his provisional diagnosis was right, there was an impacted stone in the CBD that caused obstruction. يعني ايه obstruction and انسداد accumulation؟ obstruction عايز انسداد عند accumulation في ايه؟ the gallbladder. آه هو accumulation of انا هبدأ الحاجة اللي جواها بقى، يعني هو سد الجلد ده يبقى قال accumulation البايل. يعني البايل بالظبط، يبقى الجلد بلادر لما تتسد البايل هيتجمع accumulation يعني عصارة تراكم، صفائية هي اللي مش هتطفو. تمام تراكم العصارة الصفائية، تمام كمل كده. ماشي. he decided to excise the gallbladder. excise دي معناها يستأصل. بالظبط اسمها ايه بقى؟ cholecystectomy. بالظبط ما انت حلو اهو، بوليسيستكتومي، بوليسيستكتومي. استئصال الجول بلا كمالي And remove all the stones present in the duct during 24 hours. Few hours later. ده ايه ده؟ يبقى هو استأصل الصفة وشال كل الحصوات اللي موجودة في المنطقة دي، يعني بالحصوات ايوه اللي جواها خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة، بعدين لأن دي بعد ساعات قليلة اللي هي اسمها إيه بقى؟ بعد ساعة قليلة من العملية اسمها إيه؟ بوست اوبريتيف. تمام بص بوست اوبريتيف تمام بص أوتيف دي هنا البيشنت ماشي. ديفلوبد ذا بيشنت ديفلوبد فوميتنج اند سيفير ابدومينال بين ذات واز ريفيرد تو ذا باك. ات واز نو سيربرايز فور ذا سبيشالست سيرجون از انفلاميشن اوف ذا بنكرياس اللي هو التهاب في البنكرياس. اسمه ايه؟ بنكر مش عارفة. هو احنا ما خدناش البنكرياس بالايتس، هي في اخرها ايتس. بنكرياتيتس. ايوه بنكرياتايتس. تمام. ايش اسمه بنكرياتيتس؟ بنكرياتيتس. was a known side effect after performing ERCP. سايد افكتس يعني اعراض جانبية. او مضاعفات، يعني ايه ليها كلمات تانية؟ نعم. كلمة مضاعفات ليها سايد افكت أو ليها كلمة تانية، أعراض جانبية أو مضاعفات اسمها complications. ايوه complications دي فيها عندك after ماشي. performing ERCP. after performing ERCP he re-evaluated اللي هو أعيد تقييم مرة تانية the case and decided to refer him to the consultant consultant اللي هو الاستشاري بتاعه. يعني احنا دلوقتي في الكبد صح اللي هو hepatologist. بالظبط. هنا بنخلي دي بلاش هيباتولوجيست، خليها جاسترو انتولوجيست عشان ده الأخصائي، بيبقى أخصائي في الجهاز الهضمي بشكل عام، يبقى دي خليها جاسترو. انا قلتها في الاول. انت قلت كده هيباتولوجيست ماشي يلا نقول جاسترو انترولوجيست تمام جاسترو انترولوجيست. انتولوجيست، يبقى ده الأخصائي، والاستشاري بيبقى متخصص في حاجة هيباتولوجيست معينة تمام اسمه الباثولوجيست. الباثولوجيست هو السب سبيشاليست، يعني متخصص اللي هي بشكل بقى دقيق، مش متخصص. متخصص في متخصص ايه؟ بشكل دقيق يعني، او تخصصه الدقيق هو في الليفر والجول بلادر في المنطقه بتاعت البنكرياس المنطقه في التخصص. ايوه تخصص جوه التخصص. تمام. انت نور تمام. ما انتش شاطرة يا نور ولا انا؟ كنت عايز اقول شكرا. لك حاجة، لما تيجي تقري لما تاخد جملة في نقطة يبقى توقف في ثانية وبعد كده تكمل، يعني ما تقريش حاضر كله ورا ماشي. بعض، فدي عشان توضيح ال يعني هو يعني توضيحا انا مش نور، انا نجوى، بس قلت لك انا داخله نجوى باكونت غير الاكونت بتاعي. نجوى ماشي تمام كويس. هنا بقى ده الأنازومي في المنطقة دي، ده الكبد وده قلنا الجول بلادر. الكبد هو اللي بيصنع البايل تمام، ففي اللي بيجمع البايل اللي هي عصارة صفائية
ودي موبايل. انتبيوتكس نعم هو بيصنع اللي هي البايل وبيديها للجول بلادر، ايوه، عن طريق ايه؟ عن طريق هيباتيك دوكس، في رايت الرايت هيباتيك واللفت. دكت. تمام ماشي. هنا ده نص الكبد اليمين، او فص الكبد اليمين رايت لوب، وده الفص الشمال ليفت لوب. فالليفت هيباتيك دوكت بتدرين ليفت لوب، والرايت هيباتيك دوكت بتدرين رايت لوب، بيتجمعوا مع بعض بيعملوا ديه اللي اسمها ايه، كومون هيباتيك دوكت. يبقى في هيباتيك دوكت اليمين والشمال بيتجمعوا مع بعض يعملوا دي اسمها كومون هيباتيك دوكت. احنا قلناها صح ولا ما قلناش؟ زي اللي هي مثلا internal و external بيتجمعوا يعملوا common كده. اه زيها تمام. وبعد كده البايل يدخل في القناة بتاعت الجول بلادر اسمها سيستك دوكت، يعني دي اسم القناة بتاعت الجول بلادر. فالبايل هتتخزن في هنا لما الإنسان ياكل، وعايز شوية بايل في الانتستين بتاعه، فدي بتنقبض وتنزل برضه بايل عن طريق سيستم دوت للحتة دي، الحتة دي اللي هي سي بي جي كومن بايل دوت. يبقى كومن بايل دوت هي اتحاد السيستم دوت مع الكومن هيباتيك دوت، يعمل الكومن بايل دوت. كومن بايل دوت هتتحد مع القناة البنكرياسي، قناة البنكرياس اللي هي دي البنكرياس الضغط. يبقى ده دي السي بي دي مع البنكرياس الضغط هيعملوا، يبقى دي البنكرياس الضغط هيعملوا دي اسمها ايه؟ الاثنا عشر ده لا الاثنى عشر هيفتح في الاثنى عشر عن طريق قناة صغيرة خالص، اتحاد البنكرياس الضغط مع الكومن بايل دكت، هيبقى اسمها هيباتيكو بنكرياتيك دكت، ده اسم المكون. هيباتيكو اللي هي القناة اللي جاية من الكبد، هيباتيكو لو عايزين تعرفوها مش يعني مش لازم تعرفوها أوي يعني، بس يعني لو عايزين تفهموا أكتر بنكرياتيك دكت. يبقى دي قناة صغيرة اتحاد قناة البنكرياس مع قناة العصاية الصوفية اللي هي جاية من الكبد في الأساس، فبنقول هيباتيكو بنكرياتيك دكت. وبيفتحوا فين؟ في الاثنى عشر. لو انتوا رجعتوا الاناتومي هتعرفوا ان دي انا قلت لكم عليها اسمها ايه، حد يعرف؟ الاثنى عشر الاثنى عشر الفتحة بقى، الفتحة اللي بتفتح يعني فتحة العصارات دي، عصارة صغيرة، عصارة بنكرياسية، بتفتح في حتة في الجلد اسمها إيه؟ أمبولا. لو حد راجع المحاضرة بتاعة التشريح digestive system، أمبولا أوف باتر، تمام؟ يبقى الفتحة بتاعة القناة دي اسمها أمبولا أوف باتر، أنا شرحتها بالتفصيل في التشريح، رجوع المحاضرة دي. هنقولها برضه بكرة في الشرح في المعهد. هنا الحصوات، الحصوات اللي بتتكون في المرارة، ممكن حصوة صغيرة تفلت وتمشي لحد ما تتسد في أي حتة، ممكن تتسد هنا هتعمل صفرة بس، لكن لو اتسدت هنا برضه هنا هتعمل بقى ايه؟ لا ثواني، هنا لو سدت الجول، لو سدت هنا جول بيضة هتتنفخ وهتعمل التهاب خاص بالجول بيضة بس ما زال الصفرة بتصنع بالكبد. لو المجرى ده اتسد مش مهم، هي الصفرة بتصنع بالكبد هتنزل ليها طريق تاني، سكة تانية هتنزل على الاثنى عشر على طول. لو هنا يعني لو هنا الطريق مسدود، فالالتهاب هيبقى محصور في جول بلادر. أما لو دي اللي اتسدت، لو الحصوة جت اتسدت هنا، فالصفرة هتنزل من فوق، ملهاش خط، ملهاش سكة لتحت، هترجع للبلادر، فدي هتتنفخ لحد ما الصفرة مش هتعرف تتصرف من الكبد، الكبد نفسه هيبقى هتتحوش في الصفرة
بين في السينسوريز بين الخلايا هتحاول تصفى، وبعد كده الصفة ترجع للدم ويبقى الحالة اسمها جوندس. جوندس اللي هي المرض بقى نفسه كصفار الجلد. لو الصفة ما لقتش أو لو صفة الصفائية ما لقتش طريق إنها يعني يتم تفريغها للإثناشر، فهنا خطورة وجود حصوة في الكومن بايل دكت. لكن لو حصل هنا بشكل كبيرة هتحتاج عملية ايه بقى الاستئصال الجول بريدر، بس مش كبيرة. المشكلة أو الفكرة كلها إن الصفة ما تتخزنش في الكبد، ما تتحبسش في الكبد. يعني الصفة لازم هي الكبد بيفرز الصفة على طول، ولازم يبقى لها مخرج. لو المخزن بتاعها مسدود مش مشكلة، هينزل تنزل الصفة عادي للـ12. لكن لو حتى القناة اتسدت هيبقى هنا المشكلة. تمام. تمام. أنا كنت بس بقول إن هنا الحصوة اللي الموجودة في الجول بلادر ممكن تسد السيستم دكت، ممكن تسد الكومن بايل دكت. لو سد السيستم دكت مش هيبقى فيه مشكلة كبيرة، مش هيبقى فيه صفرة جوندس، مش هيبقى فيه صفرة في الجلد. لكن لو هنا اتسدت كومن بايل دكت، الصفرة اللي بيسدها الكبد مش هتقدر تتصرف للديودينم، فهيحصل ما يسمى بالجوندس اللي هي صفرة الجلد. تمام. فده يعني توضيح عند السؤال اللي هو دوت. سؤال رقم 7، حد يدخل معايا؟ ممكن أدخل؟ اتفضلي. ريهام was complaining of some symptoms تمام. لايك fever and cough she visited her physician in order to get some drugs او medications. الأدوية ممكن medications هنا دي physician. physician طبيب زي الدكتور. تمام. The زي doctor الدكتور. examined her properly and found out some dangerous as blood stained dangerous ايه؟ هي حاجة ممكن عكس signs symptoms. أو ايوه ساينس signs بالظبط. حاجة هو طلعها يبقى ساينس، يبقى فيزيشن أو دكتور طلع حاجة يبقى اسمها ساينس. as blood stained sputum after coughing اسمها ايه؟ احنا قلنا فوق تقريبا اللي هي هيمو. انا مش فاكرة احنا حليناها فوق ايوه هيمو هيموستاسيس coughing of blood. تمام. and wheezy chest تمام. in addition to blush بلوش. mucosa بلوش من كتر أوسع الماوس. اسمها إيه؟ زوائد الجلد أو سواء زوائد البق. سيان سينوسس تمام. سينوسيس. she had a history of long term smoking she was referred to a chest physician physician اسمه ايه؟ اخصائي امراض الصدر. ممكن يكون اللي هو لا مش كارديو اللي هو بالمونو. المونولوجيست تمام. بالمونولوجيست. تنفعش المونولوجيست نعم. لا، لونج. لا بالمونولوجيست. تمام. كملي. some investigations were requested as x-ray اللي هي جرام او نمجرام جرام. ماموجرام لا ماموجرام ده خاص للستات، لان مانو كلمة مامو اللي هو أشعة على الصدر، لكن هنا أشعة على أشعة بيست، لكن هنا أشعة على الشيست يبقى اسمها
فيديو جرام أشعة عادية أشعة سينية، لكن مامو جرام دي أشعة معينة عشان يشوف فيه ورم في البريست بتاع الفيميل ولا لأ، يعني ده خاص بالفيميلز. كلمة مامو جرام دي كلمة خاصة بالفيميلز، ده مثل للجرام. لكن هنا اكس راي عامة اسمها راديو جرام او راديو جراف، راديو جرام. يبقى راديو جرام هي الأشعة السينية. تمام ماشي. اتشود It showed inflammation of the pulmonary coverings معناها pulmonitis. لا، في مش حاجة اسمها بالمونيتس، يعني هو بالمونيتس ده الغشاء، غشاء الرئة أيوة، اللي بالمونيا هو اللي انت لسه حضرتك قايله. بالمونيا كافرينجز اللي هي ايه؟ غطاء الرئة ده الغشاء اللي على الرئة. بالمونيا كافرينجز بلورا. فلوريسي أيوة، inflammation of the pulmonary coverings ايه؟ بلورس. تمام، يبقى عندكم اتنين inflammations تخلي بالكم منها عشان انتوا غلطتوا في كذا مرة. ما فيش اوتس، في اتنين inflammation ما فيش اوتس، ايه هما؟ حد يقول لي. النيومونيا والبلورايز. تمام، نيومونيا اللي هي ايه؟ نيومونيا اللي هي ايه؟ التهاب الرئة. بالظبط، مش عاوز الانج. وايه تاني؟ بلوسي هي ايه؟ هي غطاء الرئة ده اللي هو التهاب inflammation of بلوها. تمام، يبقى يا ريت محدش يغلط في الاتنين دول، عشان لو هيغلط فيهم بقى، يعني عشان أقرأ كذا مرة، لو هيغلط فيهم مش هسامح. حد يكمل؟ نجوى هتكملي ولا نور يكمل؟ أو أي حد عايز يكمل يتفضل. علي كنت عايز تكملي؟ سوية طيب دكتور، عايزة. هو هو ليه ماشي in addition infection of the pulmonary tissues اللي هو نسيج الرئة. أيوة، infection of pulmonary tissue اسمها إيه؟ وحضرتك قلتها دي ولا احنا ممكن نقول اللي هي بلمو، واحط اللي هي نسيج. التهاب دي inflammation ايه؟ لا، هو بص، هو ده تغيير في المصطلحات. بالمونيو تيشو هي بقى بالمونيو كافرينج، ايه هي بلو، يعني بالمونيو تيشو هي اللنج، انا قصدي بيها اللنج يعني نفس التعريف يعني. نفس الكلمة، يعني بالمونيو تيشو هي اللنج. انا بس بغير في